في ظل تزايد نسبة البطالة في قطاع غزة التي بلغت 44% حسب إحصائيات للغرفة التجارية بغزة، انطلق اليوم حملة للتغريد في فلسطين على هاشتاغ ابدأ مشروعك. هذه الحملة أطلقتها حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بالجامعة الإسلامية ضمن فعاليات المخيم التدريبي BSIS. هذه الحملة مهتمة بواقع ريادة الأعمال في غزة، والهدف من التغريد على الهاشتاغ هو مشاركة التجارب والاستفادة من كل من له تجارب وخبرات في هذا المجال. لمزيد من التفاصيل عن الحملة وهاشتاغ ابدأ مشروعك ينضم لنا المهندس يوسف الحلاء رائد الأعمال الفلسطيني وواحد من المشاركين معنا عبر سكايب. مساء الخير يوسف، أهلا بك. مساء النور، يعطيك العافية. يعافيك يوسف، سعداء بك معنا في شير لتعرفنا أكثر عن هذه الحملة وكيف يمكن أن تفيد الشباب في غزة. تمام، مساء الخير كم مرة لكل المشاهدين، وفرصة سعيدة أن أكون معكم المرة الثانية في برنامج شير المميز. حملة ابدأ مشروعك هي حملة الأولى من نوعها، متخصصة في مجال يعني دعم الثقافة والتوعية في مجال ريادة الأعمال في غزة على منصات الإعلام الاجتماعي المختلفة. هدف الحملة هو جزء من دورنا في الحاضنة، وهو التوعية بمجال ريادة الأعمال. هناك شرائح كثيرة من الشباب في غزة لا تزال يعني لا تعرف الكثير عن موضوع ريادة الأعمال وكيف يمكن تحويل أفكارها وطموحاتها إلى مشاريع على أرض الواقع. ما هي الجهة التي يمكن أن يتوجهوا إليها؟ ما هي التجارب السابقة التي يعني مروا بها الشباب في غزة، وكيف وصلت، وكيف يمكن التغلب على التحديات المختلفة خاصة في السوق يعني الفلسطيني والغزي على وجه التحديد. هل تركزون على مجالات بعينها، تخصصات بعينها، أم أنها مفتوحة لكل المجالات؟ لا، نحن نتحدث عن مجاليات العمل بشكل عام. حتى المشاركين اللي كانوا معنا اليوم في المخيم كانوا 40 مشروع في مجالات مختلفة لا تقتصر يعني كما يكون في العادة على مجال تكنولوجيا المعلومات. لا، هذه المرة في مرات كثيرة داخل الحاضنة وحتى الحملة تحدث عن المشاريع الريادية في شتى المجالات والتخصصات. طيب، من خلال خبرتك مع هذا المجال، برأيك سيد يوسف ماذا ينقص الشباب في غزة لينافسوا في مجال ريادة الأعمال؟ جيد، هو صراحة في خبر جميل كان يعني قبل أقل من ساعة، وهو جزء من الرد على هذا السؤال تحديدا. في مؤتمر ستارت اب اسطنبول، في اسطنبول الذي يقيم اليوم، كان هناك 100 مشروع ريادي تم اختيارهم من أصل 6000 مشارك في هذه المسابقة. 100 مشروع كان من ضمنهم 7 مشاريع من غزة، واحد منهم أيضا من الحاضنة. في من استطاع منهم الوصول للمؤتمر، وهذا هو يعني جزء أساسي من التحدي لدى رواد الأعمال ومن أسباب عدم القدرة على التواجد الدولي بشكل كبير، وهو موضوع الحصار المفروض على غزة وعدم القدرة على السفر. من 7 مشاريع فقط 3 مشاريع تمكنت، لأنها كانت يعني لديها تنسيق لفعالية أخرى أيضا، تمكنت فعليا من الخروج من غزة للمشاركة في المؤتمر. واحدة من هذه الثلاثة فازت في المرتبة الثانية قبل قليل على مستوى كل المشاريع المشاركة في الفعالية، ونحن نتحدث عن مشاريع ريادية من كل العالم. أيضا غدا واحد من المشاريع التي كانت موجودة لدينا في الحاضنة وهو جرين كيك فاز بجائزة الإمارات للطاقة والريادية. المهندسة مجد ستكون متواجدة غدا في دبي لتسلم الجائزة. ما ينقص فعليا أو جزء كبير من التحدي الذي يواجه ريادي الأعمال في فلسطين وغزة تحديدا هو موضوع المعابر والقدرة على التنقل والمشاركة في هذه المؤتمرات والمسابقات الدولية. إضافة يؤثر موضوع السفر أيضا على قدرة الرواد على التوجه للأسواق الخارجية والعربية تحديدا وفهم هذه الأسواق والقدرة على التوسع بها. هذا فقط ما يحتاج رواد الأعمال في غزة للوصول إلى الأسواق العربية بل وإلى العالمية. لا شك أنه عائق حقيقي وصعوبة كبيرة، لكن كما تفضلت وأبرزت من خلال النماذج هو ليس مستحيل، هو عائق لكن يمكن التغلب عليه. يوسف، أنت من خلال مشاركتك في هذا المخيم التدريبي وتحديدا مع حملة هاشتاغ ابدأ مشروعك، ما هي أهم الخبرات التي حرصت على مشاركتها مع الآخرين؟ جيد، أنا أود فقط التنويه أنه المشروع الموجود الآن أو المتوجه إلى دبي هي كانت مسافرة قبل أكثر من 3 أشهر،
اضطرت انها تضل المهندسه مجد اكثر من شهر كامل خارج غزه حتى ما ترجع على غزه حتى تقدر تسافر على المسابقه. بالتالي القدره على التغلب على هذا التحدي يعتبر صعب جدا 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 جدا، والكثير الكثير من رواد الاعمال فقدوا الفرصه للمشاركه في هذه المسابقات والجوائز بسبب موضوع السفر. فيما يتعلق في الحمله والمشاركه، انا شخصيا كان لدي تجربه سابقه في قبل سنوات في مشروع ريادي استمر حوالي عام ونصف واغلقته لاحقا، لكن الان لدي تجربه اخرى تتعلق باطلاق مشروع ريادي يتحدث عن رياده الاعمال في فلسطين اسمه موقع مشكال. كل الرياديين ايضا اللي كانوا موجودين معنا في المخيم كلهم كان يتحدث عن تجربته، كله كان يتحدث عن ما هي الخطوات التي يعني اتخذها للوصول بمنتجه الى السوق. ايضا كان هناك نشطاء يتحدثون باسم الجمهور وعن الاسئله التي تدور في بال الشباب، الى من يمكن التوجه؟ ما هي مصادر التمويل؟ هل هناك فعليا فرص لنجاح في غزه في ظل الظروف الصعبه؟ والكثير من الاسئله التي حاولنا الاجابه عليها من خلال هذه الحمله. نعم. بمشاركه عدد يعني حوالي 20 شخص من نشطاء التواصل الاجتماعي عبر المنصات المختلفه. نعم يوسف، كثير من الشباب قد يصل الى مسامعهم مصطلح رياده الاعمال، هاشتاج ابدا مشروعك، حملات لتشجيع الشباب، لكن البعض لا يدرك حقا كيف يمكن ان تساهم مثل هذه الحملات ومثل هذه المخيمات التدريبيه في التقليل من نسبه البطاله وتطوير الشباب بشكل عام. جيد، دعنا نكون صريحين، موضوع رياده الاعمال لن يكون حلا سحريا لمشكله البطاله خاصه المتفاقمه جدا في فلسطين، لكنها مساهمه واضحه يعني، وهناك الكثير من الامثله على الشركات الرياديه التي كانت معنا سابقا واصبح لديها الان اكثر من 15 موظف يعملون في هذه الشركات. بالتالي هي تساهم بشكل جزئي فيما يتعلق بتوفير فرص العمل لدى الشباب. القصص النجاح ونسب النجاح يعني وصلت الى الثلث في المشاريع التي دعمها سابقا لدينا في الحاضنه، وهي نسبه تعتبر متقدمه بالمقارنه بالجهود التي تبذل في الحاضنات والمسرعات على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي. بالتالي لا، هذه الفعاليات وهذه الجهود ليست فقط ل يعني كما يظن البعض هي للتسليه او لمرور الوقت او للموضه او خلافه. بالعكس تماما، انت يعني تحدثت معنا الان واضاءت لنا كيف يمكن لحمله مثل هاشتاج ابدا مشروعك ان تفيد الشباب، ان يتعلموا وتعطيهم الامل وايضا المعاونه والدروس والعلم الذي يحتاجوه ليكسروا كل العوائق والحواجز. فكل الشكر ليوسف الحلاق رائد اعمال فلسطيني. لا. ومشارك في حمله ابدا مشروعك. Thank you.